بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا يعني عدينا بظروف بصراحه صعب جدا، يعني لو انديه كبيره يبقى عنده 12 لعيب مش موجود، يعني فرقه كامله منهم خمسه سته من القوام الاساسي اللي جوه الملعب زي سمير شيمي سيف هيثم وكان برضو لويس محمد سالم، تلعب ماتشين او ثلاثه من غير راس حربه صريح، معاك الثلاثه اثنين كورونا وواحد مصاب، سالم مصاب بعد ماتش النجم الساحلي، وبعدين سيف وهيثم من ضمن التسعه اللي كان عندهم كورونا، رجع لنا الحمد لله في المسحه الاخيره خمسه، يمكن الوحيد اللي كان فيهم من غير اعراض كان محمد سمير، فكان يعني لو بيتمرن نص تمرين او ربع تمرين هو كان اجهز حد موجود. والنهارده كمان الظروف الصعبه ان فاروق يجي امبارح مثلا قبل المباراه بيوم وكمان يشتكي، فانت عندك ماتشات وضغط ماتشات ما بين الدوري وما بين افريقيا وعندك غيابات وكمان بيغيب من عندك لعيب اساسي، يعني احنا في ثلاث ماتشات انت بتلعب من غير احتياط الخط الدفاع بالكامل، ولا باسم علي موجود من ضمن الناس اللي ربنا يشفيها ان شاء الله وترجع لنا بسرعه، ونفس الكلام لزيزو من ضمن الناس المصابين، ومحمد سمير وفادي، يعني انت بتلعب بالاربعه اللي ورا مفيش حد ليهم احتياطي، نفس الكلام لنص الملعب برضه لما بتفقد اللعيبه. ولكن عايز اقول لك ان احنا ماتش الزمالك احنا كنا عاملين مباراه كويسه جدا، ما كناش وحشين، يعني هو احنا الخساره في دجله والانتاج من اسوء الماتشات اللي انا بشوفها، كان ماتش الانتاج اللي كان باين علينا فعلا غيابات ولعيبه ومتاثرين جدا من اول المباراه لاخر المباراه. النهارده انا بقول لك هي الروح بس بتاعت اللعيبه واحساسهم بالمسؤوليه، خاصه ان هم كمان لعيبه كبيره، واحنا قدرنا ان احنا ندخل النهارده سمير يلعب حتى لو الظروف هي اللي ساعدته ان هو يلعب، يعني لو فاروق سليم كان ممكن سمير ما يلعبش، برضه مش هنضحي بلعيب لسه راجع ما اتمرنش معانا غير تمرينتين امبارح، وممكن هو عمل مسحه بدري شويه يوم عن اللعيبه، زائد ان احنا كمان عملنا اللي هي مسحه المباراه. وكان معانا برضه المفروض النهارده الشيمي، لو كان فاروق مش هيقدر يكمل او يبقى متواجد معانا في ال 20 لعيب كان احمد الشيمي برضه من الناس اللي جايين تمرينه واحده وكان ممكن يبقى متواجد معانا في المباراه. بنجهز الناس للمرحله اللي جايه. تاني حاجه دي المهمه ان الدوري صعب، انت شايف ان كل الفرق مين يكسب مين، انت مش متوقع مين يكسب مين، هي العامل على الروح الموجوده في الملعب. احنا من اول مباراه النهارده وباين، يعني احنا الكره الوحيده اللي انا عاتبت فيها اللعيبه اللي هي اول كره في المباراه، احنا بدانا اول دقيقه بشكل غريب جدا، وبعدين دخل فينا اللي هو الجون اللي اتلغى فيها لمسه يد، دي كانت ممكن تعمل لنا مشاكل كتيره جدا، لكن هي برده نفس الكره اللي ادت احساس باللعيبه بالخطر. يعني تنفيذ التعليمات النهارده من الحاجات اللي هي مهمه جدا بالنسبه لي، سواء لمحمد حمدي زكي او للويس وعصام، الثلاثه اللي قدام اشتغلوا بشكل كويس جدا، كان لينا فرص الشوط الاولاني ان احنا نطلع من الشوط الاولاني كسبانين. تاخير الفوز ده التوفيق وعدم التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، ان انت سمير يبتدي وبعدين في اخر تغييره تنزل سيف عشان يجيب جون، برده ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى، ولا في الاحلام لعيب يقعد 10 15 يوم في البيت يجي يلعب 5 دقايق 10 دقايق يجيب جون، فده توفيق ربنا يعني، وده بصراحه مجهود اللعيبه اللي اتبذل الفتره اللي فاتت وثقتهم الكبيره ان اللي بيحصل ده مش هقول ان هي حاجه طبيعيه. ثلاث ماتشات خساره في الدوري، يمكن ما حصلتش معانا ان احنا نخسر ثلاث ماتشات ورا بعض في الدوري من ساعه لما جينا هنا من سنتين تقريبا، يعني ما خسرناش ثلاث ماتشات ورا بعض، وممكن نخسر، احنا بنقول احنا ولا احنا بنكسب على طول ولا بنخسر على طول ولا في حد بيتعادل على طول يعني، ولكن احنا عدينا بظروف صعبه بصراحه الفريق، يعني انا بشكرهم على المجهود النهارده اللي اتبذل وعلى الروح العاليه اللي كانت موجوده واصرارهم على المكسب. يمكن الجون الثاني ريحنا اكتر في المباراه، لكن توفيق ربنا دايما مع الراجل اللي كان عنده الاخلاص الاكتر وعنده التعب والمجهود الاكتر النهارده، فانا عشان كده بشكر اللعيبه على المجهود اللي اتبذل. السؤال اللي بعده اتفضل. ايه صحتين الخبر المصري؟ هل عوده المصابين بكورونا للفريق اثرت بالايجاب على النتيجه النهارده؟ وتاخر الهدف او ان حضرتك خرجت من الشوط الاول بتعادل من الفوز الاخر، ده قلق حضرتك ولا لا؟ لا هقول لك انا، احنا يعني احنا بعد دايما الفريق لما يكون في فريق بيخسر ماتش واثنين وثلاثه، اول حاجه كنت بفكر فيها دايما ان الخساره دي لازم تقف، فمش معنى ان الخساره تقف ان انت تكسب، ممكن الخساره دي تقف يعني انت تتعادل، فكنا حاطين النهارده هو السيناريو مكسب تعادل، اصعب سيناريو بالنسبه لنا ان انت تخسر المباراه الرابعه على التوالي، كان ده هيبقى اصعب حاجه بصراحه علينا وعلى اللعيبه طبعا. لكن تاخير الاجوان خلاص احنا كان عندنا هدف احنا ماشيين فيه، يعني ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى، ما فيش حد بيبقى عارف الجون هيجي امتى، الكره دي سهله ضاعت والكره دي صعبه دخلت، يعني انا شايف ان كره سيف صعبه جدا ان هي تخش، ولكن ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى، وانا بقول لك دايما التوفيق بيجي للراجل اللي كان بذل مجهود اعلى وكان عنده اخلاص في اللعب اكتر، فانا بشوف ان اللعيبه من اول مباراه من بدري حتى من اثناء التمرين ورغم الحاله اللي احنا عليها بعد ماتش الانتاج، لكن كلهم كانوا مع بعض حاسين بالمسؤوليه، خاصه لما تكون موجود في نادي محترم نادي كبير زي نادي المقاولين العربي. اتفضل.